ناخذ هذا ابروكسيمت ايكويفالنت موديل للمحول وراح نحط هون ار ايكويفالنت واكس ايكويفالنت. هاي هون راح اسميها بي اس وهذه راح اسميها بي تي على اي وهاي راح اسميها اي اس وهذول راح يكونوا ار ايكويفالنت واكس ايكويفالنت ريفيرد تو ذا سكندري ريفيرد تو ذا سكندري. اوكي هلا هذا لما باخذه كمحول وبحطه في دائره راح يمر في كرنت والكرنت هذا رايح هون للكونسيومر وهون جاي من جنريتر. ايش راح يعمل؟ ايش راح يصير في عندي عليه عبره فولتج دروب مش هيك؟ فلو جينا طلعنا على هاي الدائره كاني عمالي بقول هون في عندي زد ايكويفالنت هون عندي اللود وهون راح يصير عندي كاني هون الجنريتر. هاي احنا بسطناها تبسيط شديد بس هذا اللي بصير هون. الكونسيومر ايش بتمنى انه يوصل له؟ الفولتج اللي جاي من البرايمري مش هيك؟ او الفولتج اللي جاي من الكونسيومر اللي هو ببين بالنسبه له في تي على ايه من هون وهون عندي في اس. بس اللي بصير من ناحيه واقعيه ايش؟ بصير في عندي فولتج دروب عبرها مش هيك؟ والفولتج دروب هذا مكون من جزئين ايش هم؟ فولتج دروب على ار وفولتج دروب على اكس مضبوط؟ ايش الاختلاف بين التو فولتج دروبس هذول راح يكونوا؟ راح يكونوا ايش الزاويه بينهم؟ 90 درجه. فلو جينا الان رسمنا لو اشتغلنا كل شيء بالنسبه للسكندري راح ارسم الفيزر تبع في اس من هون راح ابدا بفي اس كانه هو الزاويه تبعته زيرو. انا بصير بالفيزر دياجرام احرك زي ما بدي راح افترض انه الفي اس هو زاويته من هون زيرو وراح افترض انه هذا الكونسيومر هذا الكونسيومر مرات ممكن يستعمل يسحب لاجنج لود مرات ممكن يستحمل يسحب ريزيستيف لود وممكن يسحب ليدنج لود. مين اللي شائع اكثر شيء؟ مين اكثر لود شائع؟ لا اللاجنج خصوصا في الاشياء التطبيقات الصناعيه بالاشياء المنزليه ايش اقرب بصير؟ ريزيستيف اكثر. يعني عندي في البيت مثلا سخان كهربائي مثلا تلفزيونات اشياء زي هيك معظمها راح تكون تقريبا انفيز. راح نبدا بحاله اللاجنج. لو هذا الكونسيومر عم يسحب لاجنج اذا مين اللاجنج مين؟ الكرنت. اذا راح افترض انه عندي هون خلينا نكتب كي في ال لهي الدائره. ايش بتقول كي في ال لهي الدائره؟ في بي على اي في اس وعندي هون راح يكون اي خلينا نسميها اي اس اي اس في ار ايكوفالنت زائد اي اس جي في اكس ايكوفالنت. مضبوط؟ مش الكل فاهم هاي؟ لما كرنت بمر في ريزيستر هل بصير فولتج دروب؟ لما كرنت بمر في اندكتر هل بصير فولتج دروب؟ لا لا انتبهوا جاوبوا انتبهوا هذا. طيب نسال السؤال ثاني، لما كرنت يمر في ريزيستر بيستهلك طاقة؟ لما كرنت يمر في اندكتر بيستهلك طاقة؟ لا. لما كرنت بمر في ريزيستر بصير فولتج دروب؟ لما كرنت بمر في اندكتر بصير فولتج دروب. بس النت افكت في النهاية ما فيش انرجي ما بيستهلك انرجي بس بصير في عندي فولتج دروب، بصير في فولتج عبر الاندكتر. وراح اطلع لو طلعت هذا الاندكتر راح اشوف في عبر التيرمينال تبعته في فولتج دروب عليه. بس هذول الفولتج دروب الاثنين مش هذا تحول لفولتج اي اس ار اي كيو ايش وحدته؟ فولتج وهذا وحدته فولتج بس قديش الزاويه بينهم؟ 90 درجه. هذا الفولتج دروب ان فيز مع مين؟ مع الكرنت. لا مع الكرنت مش قصدك انت السورس بتقول الفولتج سورس مع الكرنت اللي رايح للسكندري وهذا 90 درجه اوت اوف فيز معها. مين اللي عمل ال 90 درجه؟ الجي. اذا احنا هون هلا بدنا نعمل هلا اظن المفروض هاي اني كنت اعملها ماينس هلا بنشوف هلا هون اي اس شو راح يصير بهذا؟ هلا انا هون بدي احسب هذا فصار عندي في اس حسب كي في ال زائد اي اس ار ايكوفالنت زائد جي اي اس اكس ايكوفالنت يساوي في بي على اي. مضبوط هاي المعادله؟ طبعا هذا فيزر وله زاويه وهذا فيزر وله زاويه. راح يصير عندي هلا اي اس في ار اي كيو وين راح يكون اتجاهه؟ ايش الفيز تبعه؟
هذا parallel مع وهذا راح يكون عبارة عن IS REQ. طيب والثاني اللي هو X نفترض انه اكبر وهي 90 درجة بينهم، وين راح يصير VP؟ VP شو بيساوي؟ بيساوي فيزر زائد فيزر. من الرسم واضح انه VP تمام؟ نعم VP ولا VP على واضح انه اطول، في بي اطول من في اس بهاي الحاله، بحاله اللاج. اوكي، فصار عندي هذا الكرنت. اذا راح يصير في عندي فولتج دروب، راح يصير في فرق بين الفولتج اللي انا ولدته من الشركه طبعا مقسوم على ايه، وبين الفولتج اللي وصل الكونسيومر. ها مش في فرق بين اثنين؟ هذا بنعبر عنه في عندي هون لوس اوف ريجوليشن. يعني انا هون ولدت مثلا شيء بحيث انه يوصل للكونسيومر 480 فولت، بس الكونسيومر فعلا وصل له الزاويه كثير ما بتهم الكونسيومر نفسه، بهمه اكثر الماجنتيود اللي موجود هون. اذا صارت عندي هاي الحاله اللي هي لاجينج لود، بحاله اللاجينج لود طلعت في بي بدلاله في اس والزوايا الموجوده منها. اذا بدك هذه تزيحها كلها، تزيح كل شيء لتحت بصير، بس هي بالنهايه بالنسبه لبعض هذا الطول اطول من هذا الطول. هذا على فرض انه اللود اللي هون ايش؟ في داخل اللود هذا لو اجيت اطلعت، لانه الكرنت لاجينج من هون، راح الاقي انه في عندي ايش بتوقع يكون عندي؟ طيب لو جينا للحالة الثانية، هاي رسمنا في اس مرة ثانية. إذا كان هذا اللود ريزيستيف، يعني ثيتا لود تساوي زيرو، وين راح يكون اي اس؟ هلا اي اس راح ينضرب في مين؟ في ار اي كيو. ايش راح يصير عندي هون؟ راح يصير في عندي جزء صغير هون اللي هو اي اس في ار اي كيو، مضبوط؟ والجزء الثاني اللي هو اي اس في اكس اي كيو على جي. وين راح يصير في بي؟ في بي على ايه؟ اوكي ماشي. اذا هذا عندي هاي في بي هون، وهي اي اس ار اي كيو اي اس اكس اي كيو. لو اخذنا الحاله الثالثه، الحاله الثالثه طبعا بالحاله هاي ريزيستيف، ايش راح يكون عندي باللود؟ بس مقاومه. لو جينا على الحاله الاخيره دكتور السؤال. نعم، ما دام بس في مقاومه ليش نحط الاي اس ولا عشان ذات اللاين؟ تمام، مين اللي سبب؟ تمام ممتاز. مين وين اجت الاكس اي كيو؟ موجوده في اللاين والمحول، هي في المحول هون، يعني بالمحول هون جاي، مش ماخذين احنا اللاين، بس هو في العام بشكل عام رح يكون المحول واللاين بالضبط. رغم انه انت الكرنت ساحبه، انت في البيت التزمت وسحبت كرنت ان فيز مع الفولتج اللي جايك، بس الفولتج اللي جايك لما مر في الاكس اي كيو عمل هذا الاختلاف الموجود هون. الحاله الثالثه، هل شائع الليدنج لودز؟ كاباسيتيف قليله جدا، هذا المكان الوحيد اللي ممكن يكون فيه. إذا عندي سينكرونس موتور، رح نيجي على الموتورز بعدين، السينكرونس موتور لما يشتغل ات لايت لودز ايش ببين؟ كأنه كاباسيتيف. اوكي، وفي حالات قليلة جدا، بس معظم الحالات في الصناعة صناعيا عادة تكون لاجنج لود. إذا كان عندي ليدنج لود، كأنه عندي هون أو كأنه عندي ريزيستر مبارلل مع كاباسيتيف لود من هون، فصار عندي هون لاجنج. هلا نطلع رح نشوفوا شغلة غريبة جدا. هي في اس الكرنت اذا بده يكون في وين لازم يكون؟ هاي عندي اي اس، مضبوط؟ وين راح يصير هلا اي اس ار اي؟ هذا مبرلل معه، مضبوط؟ طيب و90 درجة عليه ايش راح يصير؟ اقل. ايش صارت العلاقة بين في بي وفي اس؟ في بي اقل، اقصر. في بي اقل من في اس. بس الباور من وين عم تيجي؟ وين عم بعمل فلوينج الكرنت؟ من اللو من السورس لللود. هاي من اغرب الحالات، بس هذه احد ميزات وجود عندي رياكتيف باور. الرياكتيف باور بتسمح
للكرنت انه يمشي من الفولتج الاقل للفولتج الاعلى كقيمه، بس بسبب وجود ليدنج لاجنج لود هون، ليدنج لود هون، وبسبب وجود اكس اي كيو هناك صار عندي في بي، فالحاله هاي راح تكون عندي في بي اقل من في اس، يعني على قيم معينه. اوكي، وهذه صارت عندي هون في بي، وهذول هاي طبعا لازم تكون زاويه قائمه. اوكي، الكل فاهم هذول الثري فيزر دايجرامز؟ هل غريبه انه الكرنت يمشي من الفولتج الاقل للفولتج الاعلى؟